51% هي نسبة الزيادة في توافد السياح الأجانب في تونس للثلث الأول من العام مقارنة بسنة 2019. موسم سياحي واعد كما يتوقع القائمون على الشأن السياحي في البلاد بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا والتوترات الأمنية. المؤشرات كلها تدل على أنه بيكون موسم سياحي جيد، خاصة ثم عنصر كان قبل كيف داخل برشا، معناها يحد من يعني عدد السياح اللي هو الإرهاب. احنا تو بالنسبة للإرهاب الحمد لله أنه عنا عامين تو يعني ربما الفاكتور هذا ما عادش موجود، وهذا كيف مؤشر إضافي أنه معناها بلادنا ثم نجمون نحكيه على استقرار، نحكيه على أنه ما عادش عنا معناها ما من شأنه أن يزعج أو ربما يجعل من السواح مثلا في بعض الأحيان يترددون في المجيء إلى بلادي. وتختص العاصمة التونسية باستقطاب السياح المهتمين بالمدن القديمة والصناعات التقليدية. سياح قديم من القارة الأمريكية وجدوا ما يغذي شغفهم بمواقع بالعاصمة التونسية. عجبتني الطبيعة هنا، هذه أول زيارة إلى تونس وأنا مقيم الآن في مدينة المرسى. عجبت بالناس هناك وبروحهم المرحة. الأماكن هنا خلابة والشعب التونسي شعب خدوم ولطيف. وتمثل العاصمة التونسية قبلة مفضلة للسياح الليبيين والجزائريين أيضا. إذن حركية سياحية لم تبصرها أعين الناظرين منذ سنوات هنا في العاصمة التونسية. فكيف تبدو الأوضاع هناك في المنتجعات السياحية في الساحل الشرقي للبلاد؟ هنا مدينة الحمامات إحدى أكبر المنتجعات السياحية في البلاد. الفنادق بدأت باستقبال السياح، فيما شرع منظمو المهرجانات بتحويل شوارع المدينة إلى كرنفالات ومسارح ميدانية. هذا مهرجان كرنفال الحمامات بمشاركة 8 دول عربية وأوروبية. يقول المشاركون أن تونس قبلة مفضلة لهم. مرحبا بكم جميعا، استمتعوا. وهؤلاء مواطنون تونسيون استغلوا المهرجان للتخفيف من وطأة الأزمات الاجتماعية والسياسية التي ألمت بهم في السنوات الأخيرة. تونس ديما فما الخير وديما يحبوا الحياة، نحبوا الحياة الشعب التونسي. المسؤولون السياحيون بالمدينة أكدوا أن نسبة الأقبال على الفنادق المدينة سجلت إلى غاية 10 مارس أكثر 200,000 ليلة، أي بنسبة زيادة تفوق 100% مقارنة بالسنة الماضية. بلال مبروك من مدينة الحمامات السياحية الحرة.